شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود منتدى الاستثمار السعودي الصيني في العاصمة الصينية بكين، والذي تنظمه وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرفة التجارية السعودية. المنتدى حظي بأول شيء تشريف سيدي خادم الحرمين، ثانيا في العديد من الاتفاقيات الحكومية اللي تمت والاتفاقيات مع القطاع الخاص في حدود 35 اتفاقية بشكل إجمالي زائد ترخيصين استثماريين من الهيئة العامة للاستثمار، المذكرات الحكومية اللي تمت في حدود 14 أو 15 اتفاقية، وفي اتفاقيات حكومية مع القطاع الخاص في حدود 5، والمتبقي في حدود 14 اتفاقية بين القطاع الخاص. المنتدى الاستثماري السعودي الصيني الذي أعلن عن توقيع مذكرات ل 35 اتفاقية اقتصادية تتمحور حول الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية وعقود شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات شملت التقنية والطاقة المتجددة والإسكان، مشكلا تحالفات جديدة بين الصين والسعودية في مجالات واعدة ومتقدمة كصناعة طائرات الدرونز والاكتشاف الفضائي والاستخدام السلمي للطاقة النووية. هناك تركيز كثير في مجال التصنيع من الجانب الصيني لدخول المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال البتروكيميكالز. كما لاحظنا أن هناك مشاركة من الاسميز في موضوع تقنية المعلومات. كما تعرف اليوم الاقتصاد هو يقوده تقنية المعلومات. على سبيل المثال نحن كشركة خاصة يوجد لدينا توقيع مذكرتين تفاهم، هناك مذكرة مع صندوق الاستثمارات لطريق الحرير، وهذه تعني في 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 الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة الطاقة البديلة. تتقاطع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، ويسعى المنتدى للعمل على تحقيق نقلة نوعية للبلدين ولرسم مستقبل اقتصادي مزدهر على إثر هذا التعاون الثنائي بين بلدين. تستقبل المملكة العربية السعودية بهذه الزيارة التاريخية مرحلة جديدة ومبشرة بالتعاون الاقتصادي مع ثاني أكبر اقتصاديات العالم والتي تمثلها جمهورية الصين الشعبية. للإخبارية محمد غروي بكين.